ويانا مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقه متجدده من برنامجكم عدسه تراء. ومن خلال عدستنا نقدم لكم جميع الفعاليات والانشطه والمسابقات المقامه داخل دوله الكويت، منها التربويه والثقافيه والاجتماعيه والدينيه. ونتمنى لكم حسن المتابعه من خلال شاشتنا وقناتنا تراء. فاهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله. مبلغ يخصم من مواطن سعودي لا يودع في حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، إنما يودع في حساب المؤسسة العامة للتقاعد اللي افتحوه السعودية في دولة الكويت، وهم اللي يتابعون تحصيل التسجيل ويتابعون تحصيل الاشتراكات. وبالنهاية طبعاً إذا عندكم طبعاً هم الحين راح يجيبون على كل أسئلتكم، وفي النهاية إذا طبعاً استحقيت حقوق يعني ملاك التأمينية اللي هو التقاعد أو استحقاق المكافأة، نفس الشيء تصرف من السعودية. يمكن في ناس وايد يقولون شنو دوركم أنتم بالكويت؟ إحنا دورنا حلقة وصل بين أصحاب الأعمال وبين الدولة نفسها. يعني ساعات يجيني مثلا مواطن سعودي يطلبون عليه شهادة أثبت لنا أنك أنت تشتغل بالكويت، بيجدد بطاقته المدنية، بياخذ قرض، إيه عندي مؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية قرض مشرف مقابل أرض المعارض، إحنا نصدر لكم الشهادات هذه. إحنا طبعاً عندك أي استفسار تبدز لنا بالإيميل، عندك أي استفسار تي تتفضل عندنا تسألنا، إحنا نوجه حق إخواننا بالسعودية، مجرد ما يردون علينا إحنا راح نرد عليك. إحنا هذا وظيفتنا، لكن لا نسجل ولا نحسب اشتراكات ولا نحسب لكم حقوق تأمينية ولا نصرف معاشات تقاعدية، كله وفقاً للقانون السعودي. فإذا في بالكم أي استفسار، إذا في بالكم أي شيء، الأخوة ما قصروا صراحة بالسعودية من مؤسسة العامة للتقاعد، تفضلوا اليوم إن شاء الله لكم، وبكرة إن شاء الله حق النساء يجيبون على كل أسئلتكم. وإحنا موجودين يا جماعة، حتى اللي يخطر على بالكم بعدين سؤال، إحنا موجودين قلت لكم في غرب مشرف مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تفضلون عندنا حياكم الله. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم عن نظام مد الحماية التأمينية، راح إن شاء الله بإذن الله نعطيكم نبذة بسيطة عنه. صحيح هو بدأ في 2006، إحنا مقصرين كثيرا في التعريف عنه. طبعا هو إلزامي، هو يطبق لأي عامل خليجي في أي دولة، يعمل في أي دولة غير دولته. السعودي اللي يعمل في الكويت يطبق عليه النظام في السعودية، يستقطع نفس الاستقطاعات اللي تستقطع لأي موظف في السعودية. اللي يعمل في الكويت هنا في وزارة التربية هنا كنا يعمل في أي دائرة حكومية في السعودية، الحقوق حقته الاشتراكات كلها تستقطع منه بنفس الموظف السعودي اللي يعمل في السعودية. فكرة نظام مد الحماية التأمينية هي حماية اجتماعية لما بعد التقاعد، لما بعد لو لا قدر الله الإصابة، لما بعد الوفاة لو لا قدر الله لك ولأبنائك بعد عمر طويل. يعني هي لما تكون اختياري أنت بتروح، أنت واعي وعندك أوكي تروح وتأمن، لكن غيرك ما بيقول لك ليش أأمن، ليش أدفع فلوس؟ ثم بكرة لو لا قدر الله يجي شيء، ثم عياله ما يجيهم ولا لا شوي ولا كثير، يعني حتى مبلغ بسيط لعياله ما فيه. فهنا طلعت المشكلة أن الواحد يترك اللي وراه عياله، هو ليش للتأمين؟ ليش الحماية الاجتماعية؟ أصلاً أصدرت وراحوا والقادة اجتمعوا كنا نرفع يرفعون لهم الأجهزة التقاعد، لأن المشاكل بعد توقفك عن العمل سواء لعجز أو لوفاة وعيالك. أنا عارف أنه في ناس عندهم وعي أنه يروح يأمن، يروح يدفع الفلوس عشان هو عارف، لكن الناس ما عندهم ما عنده وعي ويقول لك ما راح أدفع، أنا خلي ليش يستقطعون مني فلوس على أساس أني بعدين أخذ فلوس. ثم في فجأة إذا لو لا قدر الله يحصل له شيء ينقطع كل شيء عن سواء العيالة سواء كذا، عشان كذا الفكرة جت. طبعا اليوم كان حضورنا لإقامة ورشة عمل للخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية السعوديين العاملين في وزارة التربية في دولة الكويت. في البداية نحب نشكر دولة الكويت على الاستضافة
وهي أهل لذلك دائما. نحب نشكر وزارة التربية على حسن الاستقبال، على كرم الضيافة، وشيء ما هو مستغرب على أخواننا الكويتيين. اليوم كنا نتحدث عن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وهو الخاضعين العاملين الخليجيين الخاضعين لنظام التأمين في غير دولهم، يعني العاملين السعوديين في الكويت أو الكويتيين العاملين في السعودية أو في أي دولة خليجية. طبعا كان في البداية تطرقنا، عطينا نبذة عن النظام وعن الاستقطاعات الشهرية اللي تتم، وعن دور المؤسسة العامة للتقاعد في تطبيق النظام، والاستفسارات أخذنا من الخاضعين السعوديين لنظام مد الحماية التأمينية، أخذنا منهم الاستفسارات وحاولنا نوصل لهم المعلومة بشكل جيد، وحاولنا أن ما نخليهم يطلعون من هنا إلا وهم عندهم جميع اللي يحتاجونه عن نظام مد الحماية التأمينية اللي معمول فيه في دول مجلس التعاون الخليجية. هو نظام مد الحماية هو أن يشمل مد الحماية الاجتماعية أو التأمينات، تشمل جميع دول مجلس التعاون بحكم تناقل الخبرات بينها، بحكم أنه العامل الخليجي الموظف الخليجي يشتغل في أي دولة خليجية، بحكم قربنا من بعض، بحكم العلاقات اللي تربطنا مع بعض، وبحكم أنه مجتمعنا نسيج المجتمع الخليجي يعتبر نسيج واحد يعني. فالعامل اللي ينتقل ما بين دولة لدولة في مجلس التعاون فيحتاج إلى أنه يكون الحماية الاجتماعية مشمول فيها في أي دولة خليجية يعمل فيها. هي من ضمن أهداف المؤسسة، من ضمن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتقاعد، اللي هي تقديم خدمات متميزة للمشتركين. وتقديم الخدمات المتميزة للمشتركين هذه من ضمنها برضو زيادة التوعية لهم، وأنك تصلهم في أي مكان يعملون فيه. إحنا الحمد لله في المؤسسة العامة للتقاعد نقيم عدة ورش في للمشتركين من أجل توعيتهم، من أجل الوصول لهم، من أجل أخذ استفساراتهم، لأن بعض الأحيان الوصول للمشترك بالنسبة لنا يكون سهل، لكن وصول المشترك بالنسبة لنا بعض الأحيان المشترك في أشياء كثيرة يغفل عنها ما هو داري عنها. فأنت إذا وصلت له مثلا، اللي موجودين في الكويت يحسب أنه الاستفسار بعض الأحيان لازم أنك تروح للسعودية عشان تستفسر منهم، لازم توصل لهم. فإحنا نوصل لكم، نوصل للمشتركين هنا بحيث أنه نقول لهم أنه ترى الوصول سهل بالنسبة لنا، نعطيهم أرقام تواصل بحكم أنه لو تجيه بعدين أي استفسار يعرف أنه الوصول لنا سهل جدا، ما هو صعب جدا، ويقدر يوصلنا وهو جالس في بيته عن طريق الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية. نعم، بالنسبة للمؤسسة العامة للتقاعد أنه يربطنا علاقة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحكم النظام، تطبيق النظام، أنه النظام الموحد يربطنا مع بعض، فالتنسيق دائما يكون ما بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعن طريقه يتم الانتقال للجهات الحكومية اللي بحكم أن نغطي الجهات الحكومية في المؤسسة العامة للتقاعد في دولة الكويت. يكون التعاون ما بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهذه الجهات الحكومية زي وزارة التربية، وكان لنا اجتماع معهم قبل قرابة شهر، وكان اجتماع مثمر، وكانوا جدا متقبلين إقامة الورش والتعريفية بالنظام، وصراحة نشكرهم مرة ثانية ومرة ثالثة على هذا الجهد اللي يقدمونه وعلى هذا الضيافة. أحبتنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.